قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله تعالى يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل ذرة شر يره. ولكن التجانين يقولون لو كان ذنوبنا أمثال الجبال لا يؤاخذ الله بها ولا يعذبنا أبدا. مش ذرة هي نملة صغيرة في الميزان أبدا. فهذا يبطل القرآن ويبطل الشريعة الإسلامية، لأن الله تعالى يقول إنما تجزون ما كنتم تعملون. فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال شر يره. يقوم يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. كيف نقول؟ لازم نقول على هذا الشراء ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا إلا إذا كان تجانيا فله الجنات ولو عصى الله طول عمره. وهذا تبديل القرآن ما يمكن أبدا. فلذلك نرى كثير من الناس يغترون بأقوال ينسبونها للمتصوفة.